في قيسارية القصبة بشفشاون اشتهر المعلم قاسم كواحد من أمهر خياطي اللباس التقليدي المغربي للنساء. كان رجلا تخطى الأربعين أنيقا في ملبسه ينتقي ألوان جلاليبه بعناية. اتخذ قاسم دكانا في القيسارية منذ ما يقرب من 15 عاما. بالنسبة لزبنائه فإن الأهم هو إتقانه الصنعة. كان يجيد الفصالة وذاك ما جعل زبوناته تكثر. حياته الشخصية لم تكن لتحتل أولوية في اهتمامات الناس، ولكنها لا تستثنى بالمرة من الاهتمام. وهكذا علم تجار القيسرية والزبناء وأناس كثيرون في شفشاون أن المعلم قاسم ينحدر من مليدر الزرهون، وأنه قبل أن يستقر في قيسرية القصبة أمضى عدة سنوات خياطا في وزان. الذين استهواهم النبش أعمق في ماضي الرجل علموا أن اسمه الكامل هو قاسم الزرهوني، وأن بداياته كانت في دكان خياط لجلابيب الرجال في مليدر الزرهون. كانت معلومات كافية لمن تريد أن تخيط قفطانا أو جلابة، وما سوى ذلك فلا أهمية له. المعلم قاسم رجل محترم لا يطيل النظر إلى زبوناته، على الأقل حين تكن برفقة نساء أخريات. كذلك كانت تهمس بعض النساء، وكذلك علم أنه فقد مؤخرا زوجته التي استقدمها معه من وزان، وكذلك علم أنها كانت زوجته الثانية بعد أن هربت الأولى من بيته في مليدر الزرهون، ولم يظهر لها أثر حتى بعد أن رحل إلى وزان. كان الحديث يجري همسا، وقد أيقظ في نفس بعضهن طموحا في الظفر بالمعلم قاسم. فعاد صنعته التي تكسبه دخلا محترما، كان المعلم قاسم سوي الخلقة وذا أخلاق حسنة. قبل بضعة أعوام في منزل بزنقة مولاي العرب الدرقاوي استقرت امرأة شابة اسمها السعدية، وقد علم أن اسمها الكامل السعدية الحطاب، وسرعان ما اشتهرت بتعليم الطرز الرباطي للفتيات. لم يكن منزلها يخلو من متعلمات، كانت تعتمد في تعاملها معهن نظام دار المعلمة كما تعارفت عليه الأجيال التي تعاقبت في المدن العتيقة. كانت قليلا ما تغادر البيت ولم تقم، رغم مرور عدة سنوات على سكنها في زنقة مولاي العرب الدرقاوي علاقات صداقة. كانت تصد فضول الفضوليات متذرعة بكثرة أشغالها وتفرغها لتعليم الطرز. لم تتزوج، كذلك قالت لبعضهن، وزادت أنها لا ترغب في الزواج. قد تكون تريد بذلك أن تقطع الطريق على من كن لا تفتأن تحاولن النبش في حياتها الخاصة. في قائمة زبونات المعلم قاسم سيدة جاوزت 60، وإن كانت تصر منذ سنوات خلت على أنها في 50. كانت تعمل ماشطة وتزين العرائس، وكلما أتيحت لها الفرصة تحاول بعث الروح في مهمة الخاطبة التي انقرضت. كانت فاطمة الزيانة من بين القليلات اللواتي يمضي معهن المعلم قاسم في الحديث أبعد من المقاسات واختيار ألوان الحرير. كان يترك لها مجالا أوسع لتثير مواضيع من الحياة. هي تعلم أنه لم يتزوج منذ أن ترمل قبل 3 أعوام. كان مدخلها إليها أن قدمت له درسا حول العزلة ومعاناتها وتأثيرها على الذين يعيشونها، وحول مزايا ومنافع الزواج وحضور الشريك. ولما آنست منه اهتماما ولمست تجاوبه نطقت بحكمها، قالت له: سوف أجد لك أجمل عروس. ابتسم في وجهها، كانت عيناه تلمعان وبدا على جبينه احمرار. هل يكون خجل؟ تجربة فاطمة الزيانة تجعلها توقن أن المعلم قاسم يريد الزواج. قدرت أنه يريد الزواج من امرأة تتفهم ظروف عمله. علاقاته مع النساء قد تثير لديها غيرة، ولذلك ارتأت أن تجد له امرأة لها علاقة بميدان الخياطة. لما لا تكون خياطة؟ ثم تذكرت فجأة تلك التي تعلم الطرز الرباطي في زنقة مولاي علي الدرقاوي. أليست ذات حسن تلك الفتاة السعدية؟ أليست على علم بمشاكل عالم الخياطة التقليدية؟ ذاك المساء بينما كانت تمر عبر زنقة السيدة الحرة قررت أن تعرج على سكن السعدية. وجدتها منهمكة في شرح تقنيات الطرز الرباطي لعدة فتيات.
في قاعة التعليم وضعت سبورة لشرح الأشكال وحساب الغرزات، سلمت عليها وطلبت منها أن تنتظرها في الغرفة المجاورة، قالت لها إن الحصة اقتربت من نهايتها. لما انصرفت المتعلمات جاءت السعدية بصينية فيها شاي وحلويات، واتخذت لها مكانا مقابلا لضيفتها فاطمة زيانة. لقد سبق لها أن تعاملت معها في السابق وباعتها منديلا مطرزا خاصا بالعرائس، وقد حسبت السعدية أن المرأة جاءتها في قضية تتعلق بالشغل. احتسيتا الشاي، كانت فاطمة الزيانة تغدق على السعدية عبارات المديح تكاد تنظم فيها قصيدة غزلية. لم يكن باستطاعة السعدية أن تتجاهل ما تقوله فاطمة، وفي لحظة ما انتشت لسماع ما تقوله فاطمة، استدرجتها إلى الحديث عن الزواج ومتعة الزواج وفوائده العديدة، وأكبرها أن تشعر المرأة بأن لديها من يحميها من طمع الطامعين ويكون لها ركنا حصينا تأوي إليها. كانت السعدية تضحك دون ما إسراف، وكانت ابتسامتها تلك تضفي عليها جمالا وحسنا. تلك هي اللحظة التي كانت تنتظرها فاطمة الزيانة، قالت لها بلا توطئة ولا تقديم: لقد وجدت لك العريس المناسب الذي يليق بحسنك وطيب أخلاقك. قالتها بغنج لم تخفيه، ولعلها تعمدت. احمرت وجنتا السعدية، كانت خافضة بصرها تداعب أصابعها. استدركت فاطمة: وأظنك تعرفينه. ابتسمت وقالت: من يكون؟ المعلم قاسم. أنا لا أعرفه. ألا تعرفين المعلم قاسم؟ أشهر خياط تقليدي في شفشاون. لا، أنا لا أتعامل كثيرا مع الخياطين. إنه رجل محترم يتقن الصنعة وتوفر له دخلا محترما. لقد ماتت زوجته منذ 3 سنوات ولم يتزوج، وقد لمست منه أخيرا رغبة في الزواج، ووعدته بأن آتيه بأجمل عروس. ليس بمستطاعي أن أبدي رأيي قبل أن أراه. هذا حق يكفله لك الشرع. تواعدت على زيارة محل المعلم قاسم مساء الغد. كانت فاطمة الزيانة تعلم أنها لا تجازف ولا تخاطر، فالرجل قليلا ما يبرح محله. الذين يشتغلون معه لا يخفون شكواهم من ذلك، لا يترك لهم فرصة للاسترخاء أو التمطي. جاءت فاطمة منزل السعدية عصرا. يومها لم تأتي الفتيات لتعلم الطرز. لبست جلابتها الجديدة وخرجت، توجهت إلى القيسرية. ثم فجأة توقفت فاطمة عند دكان خياط تقليدي. مساء الخير معلم قاسم. مساء الخير لا فاطمة، مرحبا. نهض من كرسيه، وفي خلفية الدكان استدارت بضعة أعناق لشبان يتولون الخياطة. في تلك الأثناء أصاب السعدية ما يشبه الذهول. خيل لها أنها تعرفه، ولكنها لا تستطيع تذكره ولا المكان الذي التقته فيه. قالت لها فاطمة الزيانة وكأنها أيقظتها من إخفاءه: هذا هو المعلم قاسم، نعم الرجل، من أمهر الخياطين في شفشاون، يشهد له الجميع بحسن الأخلاق. كان المعلم قاسم ينصت إليها، وقد توقفت عيناه عن الحركة، كان ينظر إلى عينيها. قد يكون ذلك استغرق بضع ثوان، ولكنه حسبه دهرا. كانت تنظر إلى وجهه بتمعن. الخال الذي يحمله على وجنته اليسرى ذكرها بشخص تعرفه، هي موقنة في قرارة نفسها أنها تعرفه. متى عرفته؟ لعل ذلك يعود إلى عدة سنوات. أين عرفته؟ لا تستطيع تحديد المكان. خرجت من شرودها، كانت أفكارها مبعثرة. جاهدت نفسها وتبسمت، حاولت أن تتابع ما دار بينه وفاطمة الزيانة، ولكن الأسئلة التي كانت تلاحقها كانت تحول بينها وما يدور حولها من حديث.